حلقتنا لليوم رح تكون في محافظة أريحة، تحديداً في منطقة شلال العوجة. هاي المنطقة اللي تعد من أكبر التجمعات البدوية فيها. خليكم معنا لنتعرف عليها. أبو سلامة، كيف حالك؟ يا حياك الله، والله تمام وبخير من الله، نحمد الله. تعرفنا عن حالك أكثر. أنا علي سلام محمد خرابشة من الرشايدة. نعم، تحكي لي عن اسم التجمع هون، وكمان ذكرت لي أنه هو أكبر تجمع موجود في هاي المنطقة. أي نعم، هذا التجمع هذا تسمى تجمع شلال رأس العوجة، وتجمع يعني على مستوى الغور، أو يمكن بالأحرى يمكن ريحة أو الغور، يعني أول تجمع في الحجم هذا كبير. والسبب؟ السبب يعني الناس كثير، تجمعها كثير، يعني هان فيها قبائل كثيرة هان، وتجمع هان الناس عشان المي وعشان الأمور هاي والغنم والقصص هاي، يعني الناس أكثر شيء نشأت هان عشان نبعة المي وعشان المراعي وما مراعي، وفي ناس يعني نزحت من المناطق من سبب اليهود والآخر، يعني عشان المراعي والوسع يعني بس. نعم، مع أنه جزء من المشاكل ممكن اللي بتواجهوها هون هو قلة مصادر المياه بنفس الوقت. هو أكبر سبب، هو أكبر سبب، يعني مع السنين اللي مضت قبل كم من سنة كانت هذا المي النبع هذا ينشف، سبب للمطر والأمور هذه يصير جفاف ويصير أمور هاي توقف المي هذا، بصير الناس تعتمد على اللي هي على التراكترات، اللي عندها تراكترات بصير يجيب مي من عين الديوك أو من العوجة عشان يسقي المواشي ويسقي حاله لهذه يعني. ومصادر الرزق هون اللي بتعتمدوا عليها هي أكثر عن الحلال أو الثروة الحيوانية. الثروة الحيوانية هان الناس، كل الناس اللي هان عايشة كلها كلها الرزق يا مع الحلال، يسووا الجبن ويسووا اللبن والسمن، كل هذا الأمور مشتقات يعني كلها بتسوي منها غنم، هذه الناس مصدر الرزق الأول، كل الناس تحتاج على هذا الأمور على الحلال. وفي ناس معينة بتيجي بتشتري منكم ولا أنتوا بتطلعوا لبرا؟ في ناس يجي وفي ناس كزبائن، زبائن احنا نوصل له وده طلبيتها عن طريق التلفون كذا كذا، احنا نقوم بتوصيله. طيب تحكي لي عن هاي المرحله اكثر، يعني عن تفاصيلها. تفاصيلها اللي هي هان احنا الناس نعتمد اللي هو طبعا نعمل الجبن والالبان والزبده والسمن، هذه احنا هذه احنا ننشئها، هي تكون هذه بدايتها، هذه حليب واحنا نصنعها ونسويها عن طريق الزبائن، يعني مثلا بدي الكميه الفلانيه برتب معه على برنامج على يوم محدد ان تكون طلبيتك هذه موجوده وجاهزه. طيب دور المراه البدويه في هاي العمليه؟ اي نعم، هي دورها بهذا الانتاج، هي صنع هذا اللبن الزبده السمن الجبن هذا كله، هي هذا المراه، هذا جزء هذا المراه. انا جزء طبعا الصنف اللي انا اني انا اراعي اروح اشتغل اجيب كذا، هي لها مجالها في هذا في الثروه الحيوانيه، هذا هو مجالها وانا هذا مجالي اللي هو انا اراعي أعلف أحط، يعني هذه أنا مصلحتي. في صعوبات أو تحديات بتواجهوها بخصوص الثروة الحيوانية؟ والله في صعوبات، اللي هي صعوبات اليوم صارت المراعي غلى الأعلاف، صار اليوم مكلف علينا، هذا صار مكلف باهظ علينا، يعني كنا زمان يعني نروح لهالجبال هذه يعني بلاد وسيعة، اليوم أكثرنا صار يحطنا اليوم بالحشان يعني مزرعة ربط ما في، صارت التكلفة. كنا زمان نوفر القش، يعني تجيب أغنم القش من برا تطلع للجبال وترحل، يعني منجيب، اليوم لا، اليوم صرنا غير نشتري بمصاري، طب هذا زاد التكلفة علي، كنت بدل ما أطعم وجبة واحدة لا أغنم الشعير ولا علف، صرت اليوم أطعم وجبتين والطاولة مليانة، يعني ضاقت المراعي اليوم، ضاقت علينا كثير كثير كثير. والكهرباء؟ الكهرباء اليوم عن طريق الطاقة الشمسية، كنا أول على الكاز وعلى أمور هذا، اليوم يعني أصلح شوية، يعني اليوم صارت اليوم في طاقة شمسية واستخدمها والحمد لله، والله الطاقة الشمسية كأنها كذا يعني كهرباء قطرية اليوم، يعني كل شيء تمام. حياة البدوي هون هاي الأيام أحلى من قبل؟ لا والله قبل أحسن، مع أنه يمكن قبل ما كانش برضه في كهرباء ومي، بس والله كان الزمان البساطة، زمان أحسن، لأنه والله البساطة بتحن لها يعني إشي أكيد، لو أنها كانت حياة صعبة شوية، ولكن أنا بالنسبة لي البساطة أفضل من اليوم، ولأن لو أن اليوم فيه تطور وكذا اليوم التكنولوجيا، ولكن أنا أفضل الجيل اللي قبل أحسن من اليوم، حتى الناس اللي قبل أحسن من اليوم. طب عادات وتقاليد البدو شو اللي تغير عليها؟ من يوم العادات والتقاليد ما في أي تغير، والله بالنسبة لنا لو بدنا نسكن في قصور أبو الحمر زي ما يقولوا غير عاداتنا ظل عاداتنا،
حتى الأعراس؟ كل شيء، ولا شيء تغير ولا شيء. يعني بغض النظر عن الطريقة اللي بتطلبوا فيها المرأة البدوية، مهرها، تفاصيل العرس. أي نعم نعم، يم الجاهة والطلبة والمهر والفيد كل شيء. طيب عيشني بجو العرس البدوي. إحنا عندنا وكم يوم بقعد وكل تفاصيله. إحنا عندنا اللي هي أول شيء الجاهة طبعاً، يجي يطلبوا البنت عندنا ويحطوا مهرها ويطلبوها ومهرها وفيتها وكل شيء، واللي يقوم يتفق عليه الطرفين. وعندنا بعد هناك وين يصير عندنا نبي بيوت الفرح. بيوت الفرح يعني خلينا نقول اسبوع نبني، يعني خلينا نقول مثلا العرس انه يكون مثلا عاده احنا اعراسنا تكون خميس على جمعه او جمعه سبت. ليش ننشب هذا الايام؟ لانه يكون كل مجاز، الموظفين مجازين، اللي يكون عنده مصالح انه يعطل هذا البرنامج هذا اليوم. فنبني احنا خلينا نقول يوم الاحد البيوت اللي هي للعرس هذه بتظل لإنهاء العرس يعني 7 أيام. عاد من يومين بني، ليش نبنيهم قبل؟ هذا البناء هو بيوت الفرح عندنا مسبق اللي هي شهرة. يعني خلاص أي واحد مارق الطريق يقول هان في فرح. أيوه، ونحط الراية البيضة. كمان في راية بيضة تنحط. هذه معناها إنه فرح مو كره. نعم. يعني إنه يعني بيت عرس مش بيت أجر. حلو. أيوه، هذا ينحط عندنا ويبلشوا عاد هالشباب يرقصوا والدحية وكذا يهيئوا. طب العريس بيشوف العروس قبل ولا لا؟ اي نعم، الى النظره الشرعيه. اي نعم، معناته في شيء تغير، يمكن قبل ما كانوا لا لا لا، وقبل موجوده الى النظره الشرعيه. مو هذا الشيء موجود في الدين، احنا ما نخالف هذا الشيء. الى النظره الشرعيه ان اشوفها دقيقه او دقيقتين بس. طيب كمل لي، ايش كمان ما بعد العرس او قبل العرس؟ مثلا يمكن قبل بيوم من العرس، هل هو يعتبر يوم مهم؟ في بصير شيء معين؟ في حنة؟ نعم نعم نعم. اي نعم، احنا لما حكينا خميس على جمعه اللي هو الخميس بتكون الحنة، يصير التلبيس وكل شيء. ويوم الجمعه اللي هو يعني الخميس بحنة مع حفله سهره، السهره الكبرى. وبكره يصير عندنا مثلا الغداء، خلاص بتفك جبل العروس وخلاص كل يروح. طيب ابو سلامه، بما انه سالتك عن عادات وتقاليد، بدي احكي كمان عن التعليم، تحكي لي عنه أكثر، وخصوصا كمان الإناث أو التعليم بشكل عام عندكم. من ناحية التعليم عندنا التعليم نسبة جيدة، التعليم نسبة جيدة، ونفس الوقت مرحلة مهمة اليوم. يعني اليوم أصبحت اليوم التعليم أفضل من قبل. كنا زمان يمكن في بعض الأمور هي من التعليم إنه يكون فيها شوية تجاهل، وكانت يمكن الحضارة أو بعد هذيك الأيام ما كان عندنا سيارات أو ما عندنا كذا هذيك الأمكانية إن نروح للتعليم. يعني بهذاك الأيام يعني لما اليوم نروح لمدرسة العوجة تقيمة 8 كيلة، حتى لو عندي بنت ودي أدرسها ما أمن عليها إني أبعثها، فأضطر إني أخليها عندي في البيت. أو عندي ولد في نشأ أول العمر ما أقدر أمن عليه لأنه شارع، إني أخليه يمشي 8 كيلة. وعندنا يعني التعليم شيء جيد، احنا نهتم في التعليم، عندنا التعليم نهتم فيه. صار فيها شويه اللي هو الطلاب، صار في شويه يعني في التجمع كبدايه مرحله للطلاب. صرنا نجيب سياره في الاجار يعني نتشارك فيها على موعد وبتاخذهم للمدرسه. بعديها صرنا اللي عنده تراكتور واللي عنده كذا بنحطه بهالتراكتور وهالترولا ونبعث ناخذه. صار الحين في كمية طلاب أكثر، يعني بدل ما كانوا 5 صاروا 10 15 20 30 40 طالب. صرنا نجيب سيارة والأجار اللي هو الباص، بنسكر معاه براتب شهري على مدار السنة بياخذهم التعليم. صار في أزود الحين طلاب، مش 50 الحين، في 60 و70. ما شاء الله. قدمنا الحكومة للسلطة، ساعدتنا الباص اللي هو فرد ترانزيت في البداية، كان صار بيروح دوام حكومة كل شيء تمام. طبعا في ذكور وفي إناث، زاد وصار 70 و80، ما بتلحق فيه. صار طلاب ببلش الدوام وصار في طلاب على الشارع واقفة. قدمنا بدكم كمان باص أكبر أو الحين بدنا حجم أكبر اللي بيلحق، الحين بدنا إشي أكبر اللي بيلحق. جابوا لنا باص اللي هو 20 راكب او 25 راكب،
صار بيحمل، الحين كمية طلاب صاروا 100 و120 و140 و150 طالب. ليش احنا هون ابو سلامه عدد العائلات كم عائله او الافراد كبير يتراوح ما بين قديش؟ يمكن في حوالي يمكن في 1500 نسمه يمكن او اكثر، في هان يمكن في 1500 واكثر. هذا تشوف التجمع هان، انت بس دخلت الشارع ما شفت التجمعات، ولكن الساعه بعد الجبال هذه على الجهه هذه الساعه في تجمع، تجمع كبير. لما حكيت لك تجمع شلال عوجه كبير يعني على مستوى الغور تجمع حقيقي كبير فعلا. فالحين اجانا يعني الباص الحجم الكبير صار بيحمل 6 نقلات في اليوم، بروح وبرجع 6 مرات. في طلاب توصل المدرسه ببلش الدوام والساعه في طلاب. عودنا عم صرنا نخاف على طلابنا، صرنا نخاف من الامور هاي. فصرنا نقدم اللي هو بدنا مدرسه للتجمع هذا، بدنا مدرسه. قلنا بدال يا عمي هذا باص وكذا، صرنا نخاف على اولادنا سرعه وكذا والى اخره القصص. وفي الرغم هذه انها منطقه سيئه يعني، ولكن مع ذلك نجحنا. صممنا ان نسوي مدرسه من مؤسسات ومن كذا، جبناهم على الواقع، رسمنا هان بدنا كذا، تم. وهي المدرسه بتتسع لكل هذول الطلاب او من اي صف لاي صف؟ بلشت المدرسه من الصف الاول للتاسع. وكمان في روضه. كمان في روضه مع ملعب يعني مدرسه كامله. يمكن بخلال يمكن 48 ساعة أو أكثر شوي كانت العمل المدرسة بالليل طبعاً، لأن هذه منطقة سي كل شيء مهدد. كانت المدرسة جاهزة مبني، ما بلش الدوام إلا كان طلاب المدرسة كان منسق طبعاً ملفاتها مسبق من التربية والتعليم، كل شيء مسبق. يعني في مدرسين ومدرسات كادر من مناطق ثانية. كان مقدم كادر تام يعني بخلال 48 ساعة أو اللي هي الثلاث أيام نعملهن. إذا بنينا المدرسة لازم الكادر والطلاب بكرة يداوم، لازم بكرة يداوم، لأن معنيين إحنا نثبت مدرسة لهذا التجمع، معنيين إن نثبت التجمع. صحيح، هذا إنجاز كتير حلو. أيوة، هنا عملنا مدرسة كبيرة بتاسع كل التجمع. هسه صار ابني ولا ما اخذه، بدل ما بيقوم على الدوام عشان بروح بجهز حاله بالساعة 6 عشان يلحق دوام على الساعة 8 دقيقتين هان ونا مدرسة. انا مطمئن على ابني. وحتى الاناث كمان احنا بنحكي صح؟ وحتى الاناث نفس الشيء، انا مطمئن. يعني زي ما كنت لما بدي ابعثها على العوجة بخاف شوي، مو الواحد بخاف الانثى مي زي الزلمة زي ما بقولوها. فالحين هان ما اخذ طلابي عندي، كل شيء عندي، الكادر التعليمي عندي، كل شيء عندي. اي يعني لو بدي اروح اسال يعني عن ابني كيف وضعه في المدرسه، نقطه صفر بكون عنده. وكمان عقليه انه الشاب بيكمل حتى لو هون المدرسه لصف تاسع، الشباب بيكملوا ما بعد التاسع في المناطق اللي بجنبكم مزبوط؟ بعد التاسع بنزل للعوجه، بيكون كبير يعني ناشئ، مو زي ما يكون صغير سيارات مش مأمن عليه ولا كذا. بيكون على التاسع بيكون يعني بلغ الرشد، بقدر أمن عليه. وحتى الإناث؟ حتى الإناث. وبعدين هان في يتخرجوا من ناحية العلم، في استاذية، في دكاترة، في تمريض، في إدارة وأعمال، يعني كل شيء موجود. بس احنا جمع. في يمكن بكمل مشكلة التوظيف فيما بعد، يمكن والله بعد ما هذا التوظيف جامعة. هذه التوظيف المشكلة الكبرى عندنا. هذه والله التوظيف هذا المرحلة الصعبة عندنا. ويعني انت عارفة في بلادنا هذه اللي له واسطة يتوظف، واللي ما له واسطة لا في ولا بعلمه. يعني انا اليوم لما ودي امشي ادفع بلا ما اخذ امشي ودي اتخرج او ودي امشي ادرس، يمكن اقل شيء يمكن كل واحد طالب تخلص توجيه بده يروح عشان ياخذ مرحلة شهادته التوظيفية، يمكن اقل شيء بيدفع له 6000 دينار، اقل شيء بيدفع 6000 دينار. عشان ايش؟ ما عشان يتوظف؟ هو ليش درس؟ مو عشان يروح ينجح وعشان يتوظف ويكمل حياته ولا لا؟ مظبوط. ايوه، ولكن للاسف التوظيف عندنا مو معروف اليوم. يحطها الشهاده بالخزانه وسكر عليها. يا يروح عامل مشاف يا مع غنمه، ما في. توظيف ما في. الله اعلى واعلم. راح لما يصير عنده مقابلات يروح يقابل السنه الفلانيه، ما اجى موعدك مو على السنوات، ما يقضي عمره زي هيك. يقول لك لا يا عم
اروح اشوف لي مصلحه ثانيه، اشتغل تاجر، اشتغل فرغنم، اشتغل اجير، شو ما اشتغل خلص. طب لو بدي اسالك ابو سلامه على الجانب الصحي عندكم شو وضعه؟ الصحي في عندنا هان احنا في عياده من جمعيه الاصلاح بتلف كل تجمع الى يوم، فيها اطباء، فيها كل شيء محدد، بيجي في يوم مخصص بيجي يعالج. يوم تيجي السياره خلاص معروفه للتجمع ان هذه تيجي اليوم، ان هذا التجمع الفلاني بيجي، اللي مريض، اللي بده دواء، اللي ناقص عليه دواء، اللي بده كمان دكتور طاقم بيعالجه. طيب واذا بدي احكي مثلا يعني اذا بدنا نبعد عن الامراض اللي بتصيب الانسان ونحكي عن نرجع عن الثروه الحيوانيه ونحكي عن الامراض اللي بتصيب الثروه الحيوانيه كمان، هل مثلا بتعاني من هيك امور؟ وش اكيد ان بنعاني الحلال الثروه في يصير فيها عده امراض يعني، وبس لكن اذا ان وجد العلاج ان شاء الله ما يكون فيه، ولكن كل شيء بده علاج. والله عندنا في عندنا بشهر هذا احنا معروف عندنا يعني بشهر يبلش من واحد اللي هو نقول الميلاد الربعي، يعني الغنم ستولد بهذا اللي هو وقت الربيع. والله اللي ما بيوقف يعني لسخوله احنا نقول والله غير يروح يموت، يعني غير موسمه يطلب عوض الله منه. ما في العلاج. هذا ما الى علاج. الا علاج اللي هي شغله واحده انك تصير تقيم السخل عن امه وتصير تضع حليب ناشف. ايوه. عن طريق القناني والامور هاي. اذا ظل عمه ما في. بس روح. يمكن البدوي كان عنده خبره زمان اكثر كيف كان يعالج هاي الامراض. قد ما بدها تكون خبره بس اليوم اللي هو عندنا اليوم في اليوم اللي هو عندك الخلطه فيها كلها مواد يعني مخلطات وفيها امور هذه يعني مش زي كان زي زمان يعني كل اليوم العشب والشيء الطبيعي. كان زمان الناس لا تعرف الشعير ولا تعرف خلطه ولا تعرف هالقصص هذه. اليوم المية صارت معقمة لهن، واليوم صارت المعالق كلها بروتينات، ما كانت هذه الأمور موجودة. هذه أسباب حتى الشعير اللي اليوم صار في المخازن صار يعطوا شغلات الله أعلم فيها، والله يمكن خاف الله لها من الشعير حتى اللي صار عندنا. بطل طبيعي بطل طبيعي. من هذه كلها يعني حالات أمراض لا تفكري. وأدوية ما هي اليوم مو ما في ما شاء الله. الأجنبي هو موجود عندنا اليوم كله عربي. ايش العلاج العربي؟ العلاج العربي اللي هو عندك الجعاده والشيح والقيصوم والهنيده. طب تحكي لي عن مثلا وحده منهم وايش بتعالج؟ يعني ايش هو المرض وايش هو علاجه؟ احنا عندنا الجعاده هذه علاجها الوجع البطن يعني كيف المغص. ايوه. هذا عندنا علاج اللي هي تنغلى كيف الزعتر. هذا الجعاده تنغلى بميه وتشرب منها. طيب احكي لي كمان عن نبته ثانيه مثلا. وكمان عندك القيصوم. والشيح هذه كمان للسكري والامور هذه. هذه كمان عريق تغلي منها وتشرب من هذه للسكري والامور هذه. الزعتر كمان تغلى منه. كمان هذا الرش حزين. يمشي مجرب. بس والله ما تحمل مقدمه حار وكذا ما تقيل يمكن وهذا كمان اللي بأكد ليش في التجمعات البدوية يمكن لأنه احنا السنة الماضية وما زلنا مرينا في جائحة كورونا. وأنت حكيت لي كانت الأعداد صفر. الحمد لله ما كان في عنا امراض كورونا هون صح؟ احنا هنا ناس احنا عايشين في البر. هذه الامور تحصل هذه في القرى في المدن كذا الناس اللي عايشه ببعضها هذه اختلاط، احنا ما في عندنا شو عندنا اختلاط، يعني مكان فاتح شو بده يصير كورونا. بس استمرت التجمعات مثل الاعراس صح؟ والله كل شيء 100%. والله احنا بالنسبه لنا والله ما في كورونا. احنا بالنسبه لنا والله ما في كورونا. وهذا السبب بيعود لصحة البدوي يمكن الشغلات اللي بياكلها الصحة والحياة اللي هو عايشها كمان مظبوط الشيء منفتح يعني مش هذيك الشيء مش زي الشيء المحشور الشيء منفتح. أما تحكي لي عن المدن كان اقتضاء كسكاني كاختلاط هذا اي نعم هذا شيء بس لكن احنا عندنا ما في هذا الشيء ايش كل شيء مفتوح يعني كل شيء متسع. طيب أبو سلامة لو بدي أروح معك لموضوع تاني كلياً وهو موضوع القضاء العشائري والقوانين احكي لي هل تغيرت احكي لي تفاصيل عنها أكثر. والله هذه ما تغيرت وهذه ما تتغير ومستحيل أنها تتغير هذه لأن هذه عندنا قوانين صارمة وهذه قوانين هذه
ورثناها ميراث، يعني نرثها من أبهاتنا ومن أبهاتنا ومن جدودنا ومن جدود جدودنا. هذه قوانين عندنا، هذه ما نقدر ندشرها. إحنا بعدين اليوم إحنا عندنا اللي هو القضاء العشائري، وقضاء العشائري عندنا قضاء صارم صارم، يعني لا تحكي لي اللي هو قانون يعني لا محاكم، إحنا بأنفسنا نحاكم أنفسنا، والمذنب إحنا اللي نحاكمه، المذنب إحنا اللي نحاكمه، واللي غلط نعدله بقوانيننا. عندنا قوانين صارمة صارمة. وبعدين شو ما يحصل قضاء عشائري لا نلجأ لا لأي حكومة، ولا بكل الأحوال، ولا كل الأحوال مستحيل. حتى لو أتخاصم أنا مع أي شخص ما أمشي أشتكي عنه، ما أمشي للشرطة ولا للحكومة أشتكي، حتى قد ما ودي يكون الحدث لا نمشي للحكومة. أصلا الحكومة قضاياها الجنائية والقضايا الكبيرة تتجه للعشائر، مش العشائر تتجه فعلا هو هذا الإشي موجود كل القضايا لحد اليوم الجنائية أو لا سمح الله الأكبر الأحداث الحكومة تبعث العشائر، تخلى العشائر هم اللي يحلوا هذا الأمور. قوانين عشائرية، قوانين عندنا صارمة، وقوانين إحنا ماشيين عليها وما ندشرها. أكثر المشاكل يمكن موجودة هي القتل، السرقة، يعني احكي لي عن مشكلة معينة. السرقة موضوع بسيط، السرقة موضوع لما تحكي لي عن واحد سارق موضوع بسيط. شو عقابه عند العشائر؟ بده يتعاقب، بده يدفع اللي سرق يده تنقطع. اللي سرق في قطع اليد معقول لليوم؟ ويمكن تتثمن بمال، يمكن إن نثمنها بمال، وبدل ما يدفع 1000 دينار يمكن يدفع اللي فوقيته حتى يمكن 50,000 دينار عشان ثاني مرة يتربى ويتربى أبوه كمان. كمان. طيب احكي لي مثلا عن مشكلة ثانية مثلا، وكيف قانون القضاء العشائري كيف بحلها؟ يعني إذا مش القتل خلينا نحكي مشكلة معينة بين عشيرتين، كيف بتحلوها؟ طبعا إذا كان في مشاكل بين عشيرتين راح تتدخل طرف ثالث اللي هي عشيرة الثالثة. هذا العشيرة الثالثة راح تدخل اللي هي واسطة الخير، فعل الخير، تأخذ منها يعني بتمشي تتجه للجهة هاي للعشيرة الأولى وتمشي للطرف الثاني، راح يظلوا يأخذوا من هذا ويأخذوا من هذا. لم يعني قد ما ودك تكون أنت زعلان وأنت الطرف الثاني تكون زعلان، إلا يمتصوا غضب هذا يمتصوا غضب هذا اللي هو بعوايدنا اللي هو يرمى طبعا الوجه. قد ما تكون الأحوال كبيرة عندنا كمان الوجه هذا، هذا الوجه عندنا هذا الله لا يسمح ولا يقدر فيه، هذا خط أحمر. إذا حكيت وجه فلان والله لو إن السلاح بيدك ترميه في الأرض. شو المقصود في وجه فلان يعني؟ يعني مثلا نقول خلنا نحكي وجه أي شخص بينكم، يعني خلنا نقول أنت 2 شخصين مختلفين وأجيت أنا كيا مارق الطريق قلت وجه علي بينكم. معناها يعني كيف علي؟ يعني علي مثل الستار هذا، حط ستار بينك وبين الطرف الثاني، ممنوع لا تبلش فيه، لا أنت بلش فيه ولا أنت بلش فيه إلا لما تخلصوا تفتكوا، لما تخلصوا موضوعكم يرفع وجه علي، هنا خلاص تخلص الأمور زي. والمذنب عندنا والله مذنب، والله نغرمه ونجرمه والبين عليه، والله غريب يقعد 20 سنة هو يرد بحاله الساعة وبفكر ما يعني عمره ما بفكر يرجع يغلط هذا الغلط عندكم. طب أبو سلامة لو بدي يعني من تجربتك وعمرك بين الماضي والحاضر، شو بتوجه كلمة لشباب اليوم، أو خلينا نحكي لشباب عشيرتك؟ والله أنا ما بدي أوجه لشباب عشيرتي، ولكن والله بدنا نوجه لكل الوطن العربي مش بس عشيرتي. يعني بدي أحكي له زي أحداث الخليل اللي حصلت هاي، طب من هذه الله لا يسمح ولا قدش اللي صار، قديش ناس تشردت، يتعلموا من الأحداث اللي تصير، ناس تتعلم، ناس إحنا عندنا يحكي الواحد يتعلم من غلطة مين؟ غلطة غيرك. إحنا لما نشوف غلط نتعلم من غلطة غيرك يا أخي، يعني أحداث الخليل. طب من ناس راحت لا إلها هبة ولا سبة، أموالها راحت، محلاتها راحت اتحرقت، يعني شيء ناس نزحت من دورها لا إلها لا هبة ولا سبة عشان واحد، يعني خلاص سكروا الطابق قبر بقبر زي ما قلوها يعني، وخلاص يعني راح منكم زلمة وراح منها زلمة، بنوقف القتال خلاص زلمة بزلمة. ليش نخلي يكونوا زلمة 2 و3 و4 ونخلي القتل ليوم الدين؟ الواحد يتعلم من غلطة غيره. يعطيك ألف عافية. عافاك الله.
عادات وتقاليد وقوانين تحكم طبيعة معيشة هاي العائلات، وإصرارهم في المحافظة عليها بتشابه تماماً بإصرارهم في المحافظة والبقاء على هاي الأرض.